احنا الان في مخيم الدهيشة وراح نعرض لكم حياة الاطفال اللاجئين في مخيم الدهيشة. بدنا نشرح لكم عن معاناة أطفال المخيمات اللاجئين، وأنا راح أشرح لكم حسب اتفاقية حقوق الطفل عن حق التنقل. أنا راح أشرح عن حق التعليم. أنا راح أشرح عن حق العلاج. أنا راح أشرح عن حق اللعب. اتفاقية حقوق الطفل فالطفل الحصول على العلاج، بس هون في المخيم في نقص في الأدوية والأطفال ما بيحصلوا على العلاج الكامل في المخيمات. حقوق الطفل المادة رقم 28 بتنص على توفير التعليم للأطفال. مخيم الدهيشة في المدرسة المبنى مش مناسب، فش عدد صفوف، فش مقاعد، فش كل. حسب اتفاقية حقوق الطفل وحقوق الإنسان أنه يحق للطفل الفلسطيني التحرك والتنقل في بلده كما يريد، ومن حقه أن يبقى مع أفراد عائلته في أي مكان يذهبون إليه. وهلا راح أورجيكم التنقل لدى الطفل الفلسطيني، وهو الجدار الذي هو موجود بالقرب من مخيم عايدة للاجئين. اسمي عبد الله علان، عمري 13 سنة، بلد الأصل المالحة. اسمي أميرة مصلح، عمري 14 سنة، البلد الأصلي عين كرم. اسمي يزن مزهر، عمري 15 سنة، البلد الأصلي خلدة. اسمي عبد الله الأزرق، عمري 15 سنة، البلد الأصلي الكبر. احنا أطفال لاجئين. وهذا أحد أطفال المخيم الشهداء، وهو الشهيد قصير أفندي. سوينا لكم الفيلم عشان نبين لكم معاناة أطفال المخيمات. Thank you.